السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ اليوم نهار جديد وفيديو جديد، وبغيت نشارك معكم. اليوم بغيت ندير بيتزا ديال الطاليان. خلاص البيتزا راه كلشي معلمه، ولاني بغينا نشاركوها مجموعين. وما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، ونشاركوه ان شاء الله مجموعين. يلا نشوف واش غنبداو. ان شاء الله دابا كيبان لكم مزيان، كنخدم وحدي اليوم. اليوم انتم عندي دقيق كنديره كوعيه، وعندي انا خماره مهادو، هذيك الخمارات ديال الحبيبات نقولوا هادو، وعندي احبابي الملحه، ملحه على حساب الحال. وعندي احبابي هنايا هما كيديروا شويه ديال الزيت، ما كملش نص كاس ديال الزيت البلدي. وصافي حبيبي، تيبداو يخلطوا. عندي الماء هنا هي سخون كما العاده، كما العجينه العاديه، وكنبداو البيتزا ديالنا. انا نديرها لكم هنا وغندلكها قدامكم، وان شاء الله تنطلب بيتزا. راك عارفين دابا كتعجب جميع الاولاد، تكون شويه ماشي جاريه. الا قلت لكم اليوم ما عندنا سبحان الله الرعود، جو داير الطاليان هنا كيجيو الرعود مع الصباح سبحان الله. واش غادي نجي نحل مزيان، وغادي نعوضها، غادي نكركها قدامكم كي تيديروا لي. انا ما درت لا عجان لا والو، غير بيديا حاجه بسيطه بسيطه. كنحاول زعما نعطيكم شي حاجه اللي تكون بسيطه. هما راه ضروري كيديروا فيها الزيت هنايا في الطاليان. دابا ندير معكم حتى الخبز بالزيتون، كيديروا تيديروا بزاف ديال الحوايج دايرين. انتم احبابي هكايا ها تجمع لينا مزيان. كنبقاو ندلكوها مزيان مزيان على الاقل شي 10 دقائق لا قدرتو، من هني تبحر يلا نضعفو. لا ما كنتوش خلي فينا رمضان، رمضان ردا كلشي. ما تنساوش تشاركوا في القناه، بغيت نتشارك معكم كل شيء. شحال من حاجه زوينه، وكندير شحال من حاجه زعما بسيطه بسيطه بسيطه، كما تدير امك وتدير دليكه مسكينه. وانا غادي ندلك هذا ب 10 ديال الدقائق ان شاء الله حبابي، وغادي نتشوفوا ان شاء الله. انتم حبابي دابا كما شفتوا هي ولات، دابا ولات بحال المسكه بعد ما دلكتها. ما نكتبش عليكم ماشي شي 10 دقائق، دلكتها شي 8 دقائق. سخفاتني تتولي لينا هكايا. كنديروها هنايا كيبان لكم احبيبي حبابي تسمع ثمانية الصباح. وكنقطعها بالموس هكايا من الوسط، وكنغطيها. انا بهذه كنغطي الحل دابا سخن. انا دابا كنسد عليها بهذه، وكنخليها تخمر واحد نص ساعه، ونعاود ثاني ماشي تندلكها عاد نحيد منها الخميره، نعاودها نخليها ثاني تخمر نص ساعه، وتنعاود ندلكها شي شويه هكايا. ومن بعد بحال هكا دابا خمرات ليا نص ساعه، وتنعاودها ندلكها هكايا، عاد ندير لها عاكو وتردها ثاني هنايا. ومن بعد ثاني نص ساعه الا بغيتي ديروا لها هادشي كنتو زربانين، راه تجي زوينه وبنينه ملي في خار الطبا، وتتعاوديها هكايا. تخلي نص ساعه تخمر وتعاوديها، ومن بعد صافي تتخلي هذيك الساعتين ولا اللي على حساب الوقت. كيما غادي نعاود نقطعها بالموس لانه، وغادي نشوفوا ان شاء الله فاش غادي نبداو نطيبوا. دارو وري ان شاء الله. خليت لكم الراحه، ما تنساوش باش ديروا لايك وتشاركوا اي حاجه مجموعين ان شاء الله. السلام عليكم حبابي، انا رجعت لكم دابا ملي خمرت ليا البيتزا ديالي جوج ديال المرات، ملي خمرت ليا وانا عاودتها وخمرت وانا عاودتها، والثالثه دابا بغن موجوده هي قدامي، ونتشاركها معكم كيفاش جاتني. دابا نشوف نقاد الكاميرا مزيان. دابا ها هي الاخرين تما قديتهم هنايا، دابا قديتهم هنا
دابا غنصايب معكم هذه كدير كويا البيتزا، راه سبحان تبارك الله عارف ليها كلشي الحمد لله. حتى هذه حتى هي غنحطوها هنايا، ها غادي نهز وحيده عندي هنايا الذره غنديرو بهذا. صدقوني تاتشي بنينه ورطيبه. من بعد غنخدم بيدي انا عارف بين ما ندير باش يمشيو لينا دوك الجناب شويه دايرين، انا غير نوري لكم خاصه فاش نخدمو بليدين خاصه نديرو هكايا ونبقاو لينا دوك الجناب غلاضين باش جينا البيتزا شويه دايره. شو الدقيق ديالها كيفاش هي، نخدمو غير بالدقيق كويا. نطلب من الله يبان كل شيء. كويا خاصة نخدمو غير بهذا باش نخليو هاد الجناب هادو يجيونا شويه غلاض كويا، باش يجيونا شويه الجنيبات غلاضين. اللي بغى يديرو بيتزا كبيره يديرها، اللي بغى يديرها بيتزا بصغيرة دغيا دغيا ساهله مع خامره تبارك الله. هاد الجنيبات هادو هما اللي مهمين لينا حنايا، هادو هادو هما اللي مهمين لينا حبابي. وما تنساوش جام، وما تنساوش ما غندير هنا شويه الدقيق نقطعوه عادي، شجعونا باش نزيدو لقدام ونشاركو شحال من حاجة. دابا هادي الطواعية كاينة، أنا غدرتها الله يدير لها الكارطة ديال الفران، لي مدارهاش ماشي مشكل. أنا إلا مهمين هاد هادو شوية يجيو دايرين، وهاد الجنيبات هادو ها يجيو شوية غلاض، هادو هما لي مهم. هاد الجنيبات هادو يجيو شوية غلاض هكايا ها. هاد البيتزا انا اللي غادي ندير غنديرها بالسالموني، تتجي بنينه وشامبينيون. هانتوما شتو دابا كي دايره الفرار، انا سخنتو شعلتو صافي. غنديرها انا بيضه، هذا فرماج مدير محكوك، انا غنديرهم من التحت مع باش ما تجيش الوليدات ناشفين. وغادي ندير هنايا الشامبينيون، صدقوني تتجي بنينه ما نقولش ليكم. وحده غنديروها بشلاضه، المهم انتوما معايا، انا غنزرب ان شاء الله. هذا السلموني، السلموني راه كنشريو كويا داك اللي موجود دمجة موجود بحال هكايا. كاين طريفات صغار وطريفات كبار، هما الطوال اللي غيجيونا شويه معوضين الديكور. حبابي عمرنا، دابا غنمشي نديرها في الفران وندير معكم الاخرى ان شاء الله بالزربه باش ما نعطلكمش. اللي كيهمني هو ما تعطلوش. انا غنمشي احبابي باش غادي نديرها ان شاء الله في الفران ونبدا معكم الاخرى ان شاء الله. غنديرو هاد الاخرى تانية حبابي، انا نوري لكم هادي غنديروها بمطيشه. حتى هادي دايما تنبداو باليدين، ديما كنبداو باليدين، عاده كنديرو شويه دلاكر شويه لحقاش تكون العجينه مخماره مزيان وفيها داك الزويات، تتكون شويه
متلوكة ماشي. انتوما حبايبي باش نبركو تاعي هادي تا هي بالما تخواليا الطاوه، نهزها الفوق ونديرها للداخل، نديرها لتحت بالما الطبيه الاخرى نديرها الفوق و هادي تا هي خاصنا نمشيو عليها كوايا. لان موتزاريلا شويه وغادي نجبدها قدامكم باش غادي نديرها ان شاء الله تطيب ليا شويه نص طيبه. هذه تاع حبيبتي كتجيكم كنتمنى من الله يباركلكم مزيان. ديما كنبركو على الوسط، ديما الوسط كنبركو عليه والجنيبات كنخليهم منيفيخين باش يجيو بنان، تجي البيتزا ديال الطاليان. دي حبيبي غندير فيها مطيشه، مطيشه ديال الحب، اللي عنده الزعتر وبغى يزيدو يزيدو. صدقوني تتجي بنينة 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 وتتجي حول هاد الجنيبات اللي غيكونو دايرين. وهادي يا حبيبي احبابي غندير فيها هاد السرديل هذا اللي تيكون هنايا تيسميوها ليشي، غندير فيها هذا هذا حبيبي تيجي هوك تيجي بنين. وهذا انا شاريه من هذاك الحار، تيكون فيه تو انواع. هادي البيتزا ديالنا دابا عشويه وغادي ندخلها في الفران. انا كنسالي معاكم باش ما نعطلكمش. هادي حبايبي ملي طابت ليا نص طيبه غادي ندير ليها دابا موتزاريلا لا كتبان ليكم. يلا طابت ليا نص طيبه لا يكشي مع الفران سخون. هادي راه موتزاريلا اللي عنده الجوب الاحمر، اللي عنده كل واحد واش اللي عنده في البيت يستعملو ماشي مشكل. دابا غندخلها للفران ونخليها تكمل فيها. وهذه احبابي غنديرها بيتزا بيضه، بيتزا غندير فيها غير موتزاريلا والفرماج ونخليها ملي طيب غندير فوقها غندير فوقها شلاضه وغادي تشوفوا كي غادي تجي واحد البيتزا بارده وان شاء الله غتعجب الجميع. تنطلب من الله نكون عند الحسن ديالكم وما تنساوش تدعموا القناه وديروا لايك وان شاء الله نكون معكم في اي جديد. السلام عليكم حبايبي، البيتزا ديالنا هي طابت دابا اللي شاركت معكم. انا نوري لكم هذه البيتزا البيضاء اللي قلت لكم غادي نديرها بشلاضه، غنوري لكم كل شيء ان شاء الله اللي طيبنا دابا. هذه هي الشلاضه انا رانا غاسلاها، هذه تتجي بارده مطيبه غير بالفرماج كما تشاركت معكم، وموتزاريلا اللي قلت لكم الاخرى انا غنديرها غير بالفرماج وشويه ديال الموتزاريلا ملي طابت انا غندير فوقها كويا الشلاضه تتجي. صدقوني كتجي بنينه ما نكذبش عليكم وبارده ديال هذا الصيف هذا. دابا الواحد كويا بغى يديرها هذا الصيف بارده. وغندير فيها شويه 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 ديال المطيشه شويه
شويه بحال الديكور، ما هي بركه غير هادشي. نتمنى من الله يكون يبان لكم. وعندي هذا الفرماج، هذا تي كنت يدار في تيتباع في سوبر ميركاتو، تي كنت يدار في شلاضه، تيدار في فوق اللحم، تيدار فوق، تيكون يتباعو طريفات، ويكون الجبن عندكم الحمر وتقطعو طريفات تيجي الكوايه. وهذا السلموني، واحدة درتها بالسلموني طيب، واحدة بالسلموني هنايا خضر. صدقوني كي تجي بنينة زعما، ما غاديش نقول لكم ماشي حكتها مصايبها ولا راه لما دقتوها ما غادي، واخا نقول لكم انا. هادشي زوينة بزاف، دابا سخن الحال. هادشي اللي كيدار فيها ديال لي بيضه، انا غنشد معكم ندير معاكم اللي بقى ليا الزيت البلدي شويه، كل واحد وعلى حسابه. حبايبي هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا، هذه هي ديال السلموني اللي درت مع السلموني والشامبوني الشامبينيون. هادي درتها بيضة، درت فيها غير بيتزا، درت على البيتزا كبيضة ودرت فيها موتزاريلا وشامبينيون والسالمون قطيعات صغار. وهادي ها كيما شتو هي راه جات زوينة، نزيد لكم شوية لهنا. هي درت فيها غير درت فيها مطيشة وموتزاريلا ولا نيشي نقولو حنايا السرديل داك الصغير اللي كنكون في الحك. وهادي يا حبابي درت فيها درتها بيضة، درت فيها غير موتزاريلا والفرماج وفوق جبدتها، درت فوقها شلاضه ودرت فوقها السلموني طيب، ودرت فوقها الفرماج هذا تيكون تيتباع مقطع ولا اللي كان عندكم يكون مقطع كويا، ولا الا ساعدني الحظ وقطعت لكم بيض غادي نوري لكم كي تجي شي الطروف هادو ديال هاد الجنيبات هادو كي تيجيو منفوخين مع تتبركي على داك الوسط، كيجيو منفوخين حتى هنايا رديتي البال كيجيو منفوخين الجنيبات بحال ديال البيتسيريا، هانتوما بحال ديال اللي تيبيعو مالي البيتزا. لا ساعدني تعال نقطع لكم اخا اطرف احبابي هتشوفوا كيفاش. هانتوما احبابي شوفوا كي تجي زوينه وبنينه، وكنتمنى تعجبكم كنتمنى تعجبكم ونكون عند حسن الظن ديالكم، ودعموني في القناة وديروا جيم وان شاء الله يوصلكم كاع الجديد ديالي، ونشاركوا جميع طياب اقتصادي وزوين وبنين. الله يعاونكم، ما تنساوش ديروا لايك.